إن شاء الله هنتكلم النهاردة على نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس من أهم النظريات عندي اللي هي تخص المثلثات. ليه يا أستاذ إحنا بنتكلم على نظرية فيثاغورس في الأول؟ طبعًا إحنا عاملين مراجعة عامة. المراجعة العامة ديت هنراجع كل الأجزاء اللي هي بتخدم الدروس بتاعتك. بحيث إن أنت لما تيجي نشرح درس يبقى أنت عندك الخلفية عن الدرس ده. فإحنا خدنا نظرية فيثاغورس قبل كده. واستعملناها قبل كده في صف السابع اخذناها تمام وتامن برضو اتجهنا ليها لما اخذت النسب المثلثيه او اخذت حاجه اسمها ازاي تجيب اضلاع المثلث القائم. النهارده طبعا احنا عشان نتكلم على حاجه اسمها حساب مثلثات في اول الاجزاء بتاعتنا. فحساب مثلثات عندي معتمد على المثلث، فعشان اتكلم على المثلث يبقى لازم اتكلم على فيثاغورس. احنا عارفين ان اي مثلث لاي مثلث عندنا ليه ثلاث حاجات في كل حاجه، ثلاث اشياء. لما اتكلم عن انواع ليه ثلاث انواع، من حيث الاضلاع ثلاثه، من حيث الزوايا ثلاثه. طيب بنتكلم على المثلث بالنسبه لتسميته ثلاث رؤوس. فهنتكلم على النهارده على اشهر المثلثات الموجوده عندي. احنا عندنا من حيث الاضلاع ثلاث انواع. مين يقول لي من حيث الاضلاع ثلاث انواع المثلث ايه هم؟ ارفع ايدك. يا مأمون؟ لا انا بتكلمك من حيث الاضلاع. يا عمر؟ ايوه. ايوه. مختلف الاضلاع. لو قال لك متساوي الاضلاع، الاضلاع مرتبطه بالزوايا. يعني لو اتكلمت على مثلث متساوي الاضلاع مثلا مثلث زي ده كده خلاص، ادي ا ب ج، مثلث متساوي الاضلاع معنى متساوي الاضلاع يعني الاضلاع كلها متساويه، ومعنى ان هي متساويه بحط لها علامات زي بعض عشان اعرف ان هم زي بعض. المثلث المتساوي الاضلاع او يسموه المتطابع الاضلاع الزوايا مرتبطة بيه. كل زاوية مرتبطة بالضلع اللي هو مقابل لها. كل ما الزاوية الضلع اللي قصادها ده كبر هي بتكبر، كل ما تصغر الزاوية. كل ما يصغر الضلع تصغر الزاوية. طب لو الأضلاع كلها متساوية يبقى الزوايا هتبقى كلها بنفس الإيه؟ الفتحة بتاعتها يبقى هتبقى كلها متساوية. يبقى هنا هوت إحنا عندنا المثلث متساوي الأضلاع ارتبط بالزوايا، قال لك الزوايا متساوية. طب كل زاوية كام؟ قال لي 60. طب يا أستاذ ينفع 70؟ ينفع يبقى المثلث متساوي الأضلاع 70؟ لا. قال لي طب يا سعد؟ عشان مجموع الزوايا المثلث 120. بس هو قافل لي الموضوع ده، قال لي خلي بالك إن أنت الزوايا عندك في المثلث ما بتتغيرش، مجموعها ما بيتغيرش 180 درجة. يبقى انت لو متساويه يبقى لازم تقسم ال 180 على 3 يبقى 60 60 60. يبقى لو قال لك مثلث متساوي الاضلاع زواياه كام من غير ما يقول لك اي معلومات تعرف ان هي 60. طيب ده بالنسبه لمثلث متساوي الاضلاع، ده من حيث الاضلاع. طيب ايه النوع الثاني بالنسبه لمثلث متساوي الاضلاع؟ راح قايل لي عمر ان هو متساوي الساقين او متطابق الضلعين. ادي ا ب ج، هنا دي ادي هنا بدل مثلث متساوي الساقين يبقى ساقين متساويين، يبقى لازم اكيد الضلعين الزاويتين اللي قصادهم زي بعض. لان احنا كل ما بنفتح الزاويه كل ما الضلع يكبر، كل ما نقلل الزاويه الضلع يصغر. طب لو الضلع هنا قد الضلع الناحيه الثانيه يبقى الفتحتين بتاعت الزاويه زي بعض، يبقى زي بعض في القياس. يبقى هنا في ارتباط ما بين الزوايا والايه؟ الاضلاع. يبقى ما دام متساوي الاضلاع متساوي الزوايا، قياسات الزوايا. طب متساوي ساقين بس يبقى درعين بس اللي هم قصادهم. يعني الضلع الاولاني اهو اكيد الزاويه اللي قصاده اهي. فين المتساوي تاني؟ الضلع ده الزاويه بتاعته اهي، يبقى اكيد الزاويتين دول هم المتساويتين. لان في ناس تقول لي يا استاذ هو ازاي انا بعرف، ازاي يا استاذ انا بعرف الزوايا متساوية؟ المثلث متساوي الساقين مش عارف هل اللي فوق اللي تحت ولا اللي جنب بعض،
انت شوف فين الاضلاع المتساويه. الاضلاع المتساويه اهي، يبقى كله طلع بيقابل زاويه، كله طلع بيقابل زاويه، يبقى زاويتين اللي هم متساويين تحت اللي هم بيسموها زوايا القاعده. يبقى هنا تتساوى زاويتي القاعده. تمام؟ طب ممكن المثلث يتقلب معاك. هتتلخبط كده. فانا لو قلبت المثلث ده خليته مثلا كده هيبقى متساوي واحده كده واحده كده، هل دول بتوع القاعده؟ مش بتوع القاعده. انا قلتها اخر كلام، لكن بقول لك في اول الكلام ايه هي؟ الاضلاع المتساويه قدامها زوايا متساويه. لو الاضلاع ثلاثه متساويه الزوايا الثلاثه متساويه. فاهم انت؟ فاهم؟ لو درعين متساويين يبقى الدرعين متساويين. طب لو الاضلاع كلها مختلفه سراب يبقى اكيد الزوايا كلها هتختلف. لو انا اخذت كده المثلث ماشي، الاضلاع بتاعته تختلف. مثلا اهي ده مختلف عن ده عن ده، ادي ا ب ج. خلاص؟ لو انا قلت مثلا الزوايا هنا هتبقى ايه؟ الزوايا تبقى مختلفه، يبقى هنا مثلث مختلف الاضلاع قدامه اكيد الزوايا مختلفه، بس يتجمعوا كل الثلاثه في حاجه واحده، ان مجموع زوايا المثلث كام؟ 180 درجه. تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على فلسفه المثلث. ها؟ اتنعم فيها شويه يعني. خد المعلومه بتاعت المثلث جامد جدا. طب يا استاذ انت بتتكلم ليه يا استاذ على فرع اسمه حساب مثلثات؟ ما قالوش ليه حساب مربعات ولا حساب دوائر ولا حساب، اشمعنى العلم ده كله سموه حساب مثلثات بس؟ ليه مسكوا المثلث؟ سراج قال لك لان المثلث ده عامل زي الخليه بالنسبه للكائن الحي. هي الوحده الاساسيه لبناء الكائن الحي، صح؟ فالانسان عباره عن خليه الاساسيه بتعمل خلايا، فالجسم كله عباره عن خلايا على قد معلوماتي. النبات عباره عن خلايا، الحيوان عباره عن خلايا، يبقى الكائن الحي كله عباره عن ايه؟ خلايا. الخلايا دي هي البنيه الاساسيه للكائن الحي. المثلث هو البنيه الاساسيه للاشكال الهندسيه كلها. كل الاشكال الهندسيه عباره عن مثلثات. المربع قسمته هيطلع مثلثات. دايره هتقسمها لمثلثات صغيره جدا، يعني مسكت دايره اهو. تمام؟ ادي دايره اهي. لو قسمناها ادي مثلث اهو، لا لا ده احنا ممكن نصغره خالص عشان دي يبقى زي الضلع بتاعها، هيبقى مثلث. عشان كده لما جبنا مساحه الدايره ها؟ جبناها من مساحه مثلث. زي ما هتشوف. يبقى المثلث عندك، عشان كده قلنا احسن مثلثات ليه؟ يبقى انت لما تدرس المثلث بكل خواصه درست كل الاشكال. يعني مثلا انا جالي مثلا شكل زي ده. انا مش عارف ده ايه، هيخليه في ضلع كمان يا عم اهو كده. وبقول لك ادي مساحته. الله يا استاذ ده انا اعرف مساحه المستطيل. اعرف مساحه المربع. اعرف مساحه المعين. اعرف مساحه شبه منحرف. اعرف مساحه المثلث. الشكل ده ما اعرفش. قال لك لا، ما انت ممكن تعمل حاجه بسيطه قوي، ان انت تقسمه لمثلثات. لما تقسمه لمثلثات هتجيب مساحه كل مثلث فيهم تجمعهم اعطاني مساحه الشكل. يبقى انت هنا ممكن تستخدم المثلث حاجات كتيره مختلفه كتير بتخدم كل الاشكال. عشان كده احنا قلنا حساب مثلثات. تمام؟ فهنا لما بنتكلم على انواع المثلثات بالنسبه للزوايا وبالنسبه للاضلاع، هل دي تهمني؟ طبعا. تعال نشوف هنا مع بعض كده، اصور بس السبوره ونشوف مع بعض كده من حيث الايه؟ الاضلاع ومن حيث الزوايا. احنا خدنا من حيث الاضلاع، ادي ده هنا قبل ما نعملها، يبقى ده هنا ايه؟ انواع المثلث من حيث اطوال اضلاع. من حيث اطوال اضلاع دي الانواع اللي عندي، ادي واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ تعال نشوف هنا من حيث الزوايا. زي ما بقول لك انت هتلاقي المعلومة دلوقتي قدامك
لان انا عارف هستخدمها زيرو بي. طيب تعالوا نشوف هنا انواع المثلثات من حيث الزوايا. هتأثر على اضلاعها يا استاذ؟ ايوه هتأثر على اضلاعها. من حيث بقى ايه؟ قياسات زوايا. زي ما انت شايف المعلومه في الاول هي بسيطه جدا. بنتكلم على اضلاع، زوايا، مثلث. لو بنتكلم على المثلث من حيث زواياه ثلاث انواع. ايه هما؟ هذا زاوية قائمة، مثلث قائم الزاوية، ها؟ مثلث حادث. تمام، هو قال لي ثلاث أنواع مهمة جدا. طب إيه هو المثلث القائم يا طارق؟ له زاوية قائمة. اللي زاوية قائمة، ها يا سعد؟ قياس زاوية 90. هو في زاوية واحدة ولا ثلاثة؟ واحد زاوية واحدة. أنا طارق. زاوية، هي زاوية واحدة قياس 90. طب هقولها بطريقه احسن شويه، ان اكبر زوايا المثلث قياسها 90 درجه. لان خد قاعده كده، اللي بيحدد لي نوع المثلث من حيث زواياه قياس اكبر زاويه. قياس اكبر ايه؟ بس. احنا عندنا زوايا ثلاثه، خلاص؟ واحد بيقول لي طارق اول حاجه قال لي مثلث قائم الزاويه، هو بدا سعد قال لي اول حاجه قائم الزاويه، ماشي؟ هنبتدي بقائم الزاويه، بس انا عايزه ده ثاني واحد. هنرجع له تاني. طيب النوع التاني من الزوايا ايه هو؟ من المثلثات من حيث الزوايا. لا احنا ما بنتكلمش عن الاضلاع، احنا بنتكلم عن الزوايا. الزوايا يبقى على قياسها. حد. ها يا عمر. حد الزاوية. يعني ايه حد الزاوية؟ يعني اكبر زاوية فيه 60 او يعني ممكن تبقى 60 ونص مثلا؟ لا انا عايز اعرف المعنى بس، اصل هو قال لي 60، يعني ممكن تقول 61 ما ينفعش؟ طب 69. طب لحد فين؟ الجنب 70. ايه؟ 70. ما ينفعش 71؟ لا. ممكن؟ في زوايا 180. ما هو معروفه ماشي. الزوايا اقل من 90. اقل من 60. لسه يبقى هنا الزاويه الحاده اللي اقل من ايه؟ 90. طب هنتكلم على ده زي ما قال كده. ايه مين اول حاجه قال لي اول نوع اللي هو مين؟ طارق ولا مين اللي قال لي حد اول واحد؟ عمر. طيب لو اول واحد اللي هو المثلث الحاد الزاوية. اولا المثلث الحاد بيبقى مثلث مكون من ثلاث اضلاع وثلاث زوايا، خلاص؟ لما نشوف الزوايا المثلث الثلاثه زي ما قلنا مجموعهم 180. فعشان احدد فين نوع الزاويه، نوع المثلث من حيث زواياه حمزه، بشوف اكبر زاويه. يعني مثلا شوف ديت 60، دي مثلا 80، دي 40، مين اكبر زاويه؟ 80. ما دام اقل من 90 ها يبقى ده حاد الزاويه. يبقى هنا حاد الايه؟ الزاويه. يعني اكبر قياس زاويه في المثلث مالها اقل من 90. تاني نوع قال المثلث القائم الزاويه زي ما قال سعد. القائم الزاويه هو المثلث في ثلاث زوايا بس اكبر زاويه فيه 90 بس الزاويتين التانيين مالهم؟ حد. يبقى المثلث ما بيسماش بالزوايا اللي جواه بس، لا ده بيسمى باكبر زاويه فيه، والا كنا ممكن نقول ده حاد، يعني في زاويتين حادتين. تمام؟ يبقى المثلث الحاد زوايا حاده. الزوايا المثلث القائم في زوايا حاده. المثلث المنفرد في زوايا حاده. بس اكبر زاويه هي اللي بتحدد لي نوع المثلث من حيث زوايا. يبقى هنا ده مثلث ايه؟ قائم الزاويه. ليه؟ قياس أكبر زواياه 90 درجة. ما ينفعش ولا أصغر ولا أكبر، هي 90. وده بطل الحلقة اللي إحنا هنتكلم عنه كمية كبيرة جدا. طيب تالت نوع اللي هو المثلث المنفرد الزاوية.
مثلث مفرج الزاوية هو مثلث في ثلاث زوايا برضو. ادي الف ب ج، بس اكبر زوايا هي الزاوية المنفردة، لكن في زاويتين حدتين. تمام؟ يبقى انا بقول لك ده نوع المثلث ايه؟ ما تبصليش تقول لي زاوية حادة مثلث حاد، لا بشوف اكبر زوايا. يبقى هنا قياس اكبر زوايا تكون اكبر من 90 درجة واقل من 180. تمام؟ مثلث الكم الاخرانيه ملهاش لازمه. صح؟ يعني ملهاش فايده لان انت اصلا مثلث كله 180، صح؟ يبقى هنا الكلام ده اقل من 180 دي لا. هي تكون بس ايه؟ اكبر من 90. احنا عارفين ان ده مثلث عمره ما يبقى اكتر من 180. زي ما انت شايف الاضلاع بتتحكم في الزوايا والزوايا بتتحكم في الاضلاع. تمام؟ لو بصينا على المثلث الحاد الزاوي مجموع زوايا 180 بتتقسم على الثلاثة. طب بتتقسم ازاي؟ حسب نوع المثلث من حيث اضلاعه. يبقى انت هنا اتكلمنا على الاضلاع وانت بتتكلم على الزوايا. فلو الاضلاع متساويه يبقى زوايا 60. ضلعين متساويين يبقى في زاويتين متساويتين. مختلفين يبقى زوايا مختلفه بس كلها حبه. طيب المثلث القائم واحده منهم 90 باقي 90 لازم يتقسم على الاثنين التانيين. يعني ممكن تبقى زاويه من الزاويتين التانيين ممكن تبقى اكتر من 90. الزاويتين التانيين دول ممكن تبقى واحده منهم اكبر من 90؟ لا ليه؟ قياس المثلث القائم الزاويه قياس اكبر زاويتين 90 بس. طب ليه بقى علميا ليه ما تبقاش واحده من 90؟ ليه ما تبقاش ليه واحده يعني علميا بقى سيبك من اكبر زاويه واصغر زاويه؟ ليه ما تبقاش الف اكتر من 90 مثلا؟ ليه؟ بس فلو هي اكتر من 90 هيبقى مجموع الزاويتين بس دول اكتر من 180. تمام؟ العلم فيه صعوبه؟ فيه صعوبه وفيه سلم زي ما قلت لك هنطلع عليه. طيب لو اتكلمنا بقى عن المثلث القائم الزاويه، نصور بس السبوره ونشوف هنا المثلث القائم الزاويه اللي هنتكلم عنه النهارده بتفصيل شويه. الراجل ده في زغورس مسك المثلث القائم بس ولقى فيه حاجه غريبه قوي هو لاحظها وطلع نظريته عن تجربه عمليه. احنا عارفين يا شباب ان مساحه المربع بتساوي ايه؟ استاذ انت بتتكلم دلوقتي على مساحه مثلث ولا مثلث في زغورس ولا بتتكلم على المربع؟ انا بتكلم على ايه بالظبط؟ انا بتكلم على علم المثلث الاربعه. يبقى انا لما اكلمك اقول لك عندي مساحه دايره يا استاذ انت اعطيني مثلث قائم يا استاذ تجيب لي مساحه دايره ازاي؟ اه استاذ انت بتتكلم على فيثاغورس ايه اللي جاب المربع؟ تمام؟ لا الرياضيات كلها مع بعض. فلو قلت لك مساحه المربع بتساوي ايه؟ في فرق ما بين المساحه والمحيط. لما اجيب انا واحد بيطلي الحجره ديت بيعمل حاجه اسمها مساحه. تمام؟ لما اجيب واحد يقول لي حمل الغرفه دي باشياء رئيس الحجم. واحد يعمل لي برواز، عارف البرواز اللي هو ايه؟ اللي هو الاطار يقيس اللي هو المحيط. فكل واحد قاس حاجه معينه بالرغم ان هي اشياء يعني مش فاهم ليه. لما اجي واحد اقول له انا السبوره دي عايز اعملها اطار معدني يروح يقيس محيطها. ليه المحيط؟ واحد عايز يقيس السبوره انا عايز اطلعها ديت سودا عشان اكتب عليها بابيض مثلا او هي لون مختلف عايز اطليه ابيض
يروح قايس لي المساحه عشان يجيب لي الكميه المساحه المطلوبه ان انا اقيس. احنا عندنا المحيط يا شباب هو مجموع الاطار اللي بره ده، طول الاطار اللي بره اللي هو مجموع الاطوال الاضلاع. المحيط هو مجموع الاطوال الايه؟ الاضلاع. يعني الاطار المعدني بس. اما المساحه هي الجزء الابيض. طول الضلع اللي هو طول الضلع ضرب نفسه في المربع. تمام؟ اما الحجم للمجسمات ما ينفعش للصدور، الصدور انا بعتبرها ان هي سطح، سطح الصدور. لكن لو اعتبرتها ليها سمك يبقى مجسم. فانا بقول لك هنا مساحه المربع، استاذ طب انت ايه اللي جاب سر مساحه المربع؟ مساحه المربع يا شباب مساحه المربع هو طول الضلع ضرب نفسه. لو نقولها بطريقه ثانيه هيبقى ايه؟ يعني مثلا لو عندي مربع مثلا عندي هنا الف ب ج ب، خلي بالك عشان نتفق على الاتفاق مع بعض. لقيتها في كتب ما لقيتهاش في كتب انا ما بقولكش تبقى عارف. في الاجابه ما بنحطش نقط. يعني ما حدش يقول لي دي ح، لا دي جيم بس احنا ما بنحطش لها نقطه ودي ب. الدال كده بكده. ماشي زي الهمزة في الهمزة. لو طول الضلع ب ج مثلا سميته لام، ده هيبقى لام، ده هيبقى لام، ده هيبقى لام. ده المربع. لو قلنا محيط يبقى أربعة لام. لام زائد لام زائد لام لا زائد لام. لو قلنا مساحة المربع هيبقى عبارة عن لام ضرب نفسها. طول الضلع ضرب نفسه اللي هي كنا بنسميها القاعدة في القاعدة الطول في العرض. الطول في العرض بس الاثنين متساويين. لأن مساحة أي شكل رباعي القاعدة في الارتفاع أو الطول في العرض. فهنا عندي لام ضرب لام. أيوه. مثلا ما تقول العرض مثلا بتجيب لام لام تجمعهم ولا بس تطلع مثلا هم أربعة بتجيب أربعة. أنت بتتكلم عن المساحة ولا المحيط؟ عن مساحة البعد. المساحة عبارة عن بعدين. بتضرب بعدين في بعض. البعدين هما اللي هو القاعدة في الارتفاع أو الطول في العرض. لا أنا قصدي مثلا هون في لام لام تجمعهم تجمع الطول مع الطول والعرض ما في. انت عندك هنا عشان المربع ما فيهوش حاجه اسمها طول ولا عرض كله زي بعض. فانا بضرب الضلع في نفسه. بضرب الضلع في ايه؟ لان هو الطول ضرب العرض زي المستطيل. بس هنا طول وعرض زي بعض فبقول لام ضرب لام. لام ضرب مش زائد ها؟ لام ضرب فهنا لام ضرب لام واخدينها بالاسس السيستم العربي هتديني لام ايه؟ لم تربيه صح؟ طيب تعال نشوف بقى هنا الاصل. تعال نشوف هنا الاصل في سابورسي عباره عن ايه؟ عارف الراجل ده عمل ايه؟ عمل حاجه مختلفه شويه. انا طول عمري عايز احفظ نظريه في سابورس، انا بتكلم عنك انت. مش عارف استاذ احفظها. طويل يا استاذ بصراحه مش فاهمها ايه، يعني انا ممكن احلها، يعني الناس اللي فاهمينها يعرفوا يحلوها. لكن هم يقولوا اللفظ بتاعها مش عارفينه، عارفين ليه؟ لانه مش فاهم اصلها ايه. لو انا عندي مثلث بالمنظر ده قائم. المثلث القائم مكون من كام ضلع؟ ثلاثة. صح ولا لا؟ تمام. ادي الظاهرة القائمة انا اعتبرتها هنا. الراجل ده عمل انشا على كل ضلع مربع. انشا على كل ضلع ايه؟ مربع. تمام؟ فانشا هنا مربع، ادي مربع. هنعتبر ان ده مربع، ادي مربع الاولاني. مين يقول لي مساحه المربع ده بتساوي ايه؟ بالاحمر. لا ارفع ايدك. بس بتشوف اي ضلع فيه معلوم بتقول اسمه تربيع. لان هو طول الضلع ضرب نفسه، اي واحد فيهم مسرور. يبقى هنا اول ضلع اول مربع مساحته ا ب كل تربيع. صح كده؟ طيب.
ممكن نحط كده ليه معناها قطعه مستقيمه. تمام؟ يعني ليه البدايه والنهايه. انشات مثلث ثاني ينوط. انشات اسف مربع ثاني على بي دي. ادي مربع. المربع ده مين يقول لي مساحته؟ لا ده بقى جيم تاني. تمام؟ الضلع الثالث انشات عليه مربع. معايا يا محمد؟ الضلع الثالث انشات عليه مربع. مثلا ادي المربع اهو اللي انا انشاته. مساحته تبقى ايه يا عمر؟ بقى جيم تاني. ألف يمكن تمام؟ الراجل ده لاحظ ايه؟ لاحظ ان اكبر الاضلاع اللي هو الوتر، بص لاحظ ايه عشان انا هترجمها دلوقتي باللفظ اللي انا عايزه. ده الوتر اللي هو اكبر ضلع ده. لو ده مساحته لقاها 25 مثلا سنتيمتر مربع. لما عمل ده لما ده كان 5 سم مثلا هنختار اطول من عندنا. ان 5 ضرب 5 25 20 دي المساحه. مساحه الثاني ده لو جبنا طول الضلع 3 سم لقيناها 9 سم متر مربع دي المساحه الثانيه. لو ده 4 سم لقى المساحه 16 سم متر مربع. لاحظوا ان ايه؟ ان مساحه مجموع مساحتي الضلعين هم الصغيرين، مش احنا الوتر ده اكبر حاجه؟ الضلعين الصغيرين دول اسمهم ضلعي القائمه. لان القائمه محصوره ما بينهم. يبقى انا اي زاويه ليها ضلعين. بنسميهم ضلعين الزاويه، ضلعي الزاويه. فلو زاويه قائمه بنقول ضلعي الزاويه القائمه، وزاويه منفرده ضلعي زاويه منفرده. واعز ان مجموع مساحات المربعين المنشئين أنا بتكلم دلوقتي كلام من السبورة ولا بتكلم من دماغي؟ سبورة أهو. تمام؟ مجموع مساحتي هنقول مساحة سطحة، مساحتي سطحين مربعين المنشئين على ضلعين القائمة مجموعهم كام؟ 9 زائد 16 كام؟ 25 تساوي مساحة المربع المنشأ. لا انا بتكلم على المربعات المربع المنشا على الوتر. هي دي مساله الثلث. مجموع مساحتي سطحين مثلثين منشئين على ضلعين قائمه تساوي مساحه سطح المربع المنشا على الوتر. يبقى احنا بنتكلم هنا ادي مساله الثلث. لما مسح المربعات اتفضل المثلث فبقى مربع مربع مربع، وده اللي هنتكلم عنه في الحصه اللي جايه اللي هي عباره عن هناخد بقى المثلث من غير المربعات المنشاه عليه. بس احفظ الشكل ده كويس جدا لان هو ده اللي هنتكلم عنه في بدايه الحصه اللي جايه ان شاء الله. تمام؟ اللي هي نظريه فيثاغورس. هنعيدها تاني الجزء ده وهنبتدي فيه من الحصه اللي جايه ان شاء الله. اتمنى تكونوا فهمتوا ونتقابل الحصه اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.